ولا محل ناطركم. مين اللي ناطره؟ هي جيلان حكيت بدها تجي تشوفني، قلت لها تعي. مريم بدي قهوة على التراس. طيب فوت على المطبخ جيبيها. طيب أمي، ليش بابا ما فات لجوا؟ ما بعرف، قال بده قهوته لبرا، ما علقت. بابا كيفك اليوم؟ بابا إذا ما فتت من شان إسراء، هي راحت على بيت أخي. ليش حتى ما فوت بسبب إسراء؟ شو هي عدوتي؟ أنا بس بدي أحكي مع أمكم انفراد. مثل ما بدك، خدي موبايلي شحني بنتي. إيه حاضر بابا. شو القصة؟ مريم، هلأ سوزي، سوزان، حكيتي لشي حدا أني رح شوفها بالأوتيل؟ برأيك أنا بقبل قلل من قيمة حالي لهالدرجة؟ جاوبيني على سؤالي مريم. هالشي ما له علاقة لا برفع قيمتك ولا تقليل بنوب. لا حبيبي، لمين بدي أقول؟ مثلاً لمبجل، لست أمينة، أو جيلان. مرة بتقول لمرة وبيكتر الحكي، مو هيك؟ أنا بس عصبت على جيلان بالمطبخ وقلت لها ليش ما خبرتيني إنها جاسوسة وجاية لتحرضيني طالما بتعرفي عنها، بس ما جبت لها سيرة الأوتيل بنوب. ما فات على البيت مصلح صحية من دون ما يرافقوا عدنان لجوا، ما هيك؟ بوجودي أنا بالبيت أكيد لا. بدك أسألك لطفية؟ قصة الأوتيل حكت بيناتنا بالمطبخ مو؟ ها؟ إيه بالمطبخ. خضر شو عم تساوي؟ Thank you.
القصة خضر؟ في خاين عنا بالبيت. هذا اللي لقيته جهاز تنصت؟ واحد منا يلي حاطه جوا. بس مين يا مريم؟ مين؟ خضر أكيد مو واحد من البيت رح يتصرف هيك تصرف. أنا هلأ بسألها للطفية إذا فايت على البيت مصلح أو حدا غريب. لا تحكي شي جوات البيت عن هالموضوع أبداً. ما بتجيبي سيري قدام حدا عن الشي اللي شفناه بالمطبخ، وأنا رح أعرف. جيلان هندان منيحة ما هيك؟ الموضوع غير، حالتنا هلأ أبشع من المتوقع. قبل شوي شفتها لعيشن. إيه بالأول كانت صافة سيارتها قدام فان غريب، ونزلت من هداك الفان وكانت عم تبكي. من بعدها مشي الفان ووراه سيارة مرافقة سودا. هالموقف بيعني لك شي خضر؟ مستحيل تعملها. ما بصدق إنه آيشن تعمل هيك فينا. آيشن هي اللي حاطة جهاز التنصت ببيتنا؟ مريم اتصلي بآيشن واعرفي لي وينها، بس لا تخليها تحس.